التأثير والتأثر. هلأ إحنا في المجتمعات لما إجوا الأخوان السوريين، أوكي في علاقات تزاوج، في علاقات مصاهرة، وفي علاقات تجارية تربطنا من زمان مع يعني مع إخواننا السوريين. أنا بتذكر الوالد رحمة الله عليه لما كان يروح يشتري أقمشة، يا إما يروح على دمشق يا إما يروح على حلب يجيب الأقمشة لبعض الأمور. هلأ التأثير والتأثر عم بحكي لكم من واقع الملاحظة اللي إحنا عاملينه وعم نشتغل على ريسيرش. أنا بحب جداً إني أكون أنا بناءً على مسوحات وعلى أشياء من وجهة نظري الآخر. لما سألنا الإخوان السوريين على موضوع التأثير والتأثر كمجتمع، لأنه المجتمع هو تأثير وتأثر، بداية قالوا لنا إحنا صرنا نحب نتعلم. قالوا للطلاب اللي هلأ هم بالجامعة سنة ثانية وثالثة ورابعة، بقول لي أنا هذا شفته بسوريا، أنا تعلمت عن إيد أبوي الكار، لأني أنا بروح من 8 سنين مع أبوي بالصيف وبروح بعد الجامعة مع أبوي. فهلأ أنا إذا أبوي حرفته نجار أنا نجار ممتاز، إذا أبوي مهني في مهنة معينة أنا عندي مهنة. أنا هلأ بدي ألجأ لمهارة جديدة تفتح لي أبواب جديدة، عشان هيك أنا بتعلم وبدي أتعلم. ما بدكم تضلكم تقولوا لي بس تدريب مهني وروح حرفة وروح كذا، أنا هذا خلص مخلصها هاي القصة. القضية الأخرى الزواج، يعني أنا هذا من علاقة صداقات مش من ريسيرش. يعني أنا في إلي صداقات كتير مع أسر سورية، كان بداية الصبايا عمرها 16-17 تقول لها تكملي توجيهي كذا، تقول لك لا أنا بدي أتزوج وبدي أروح عند زوجي وإلى آخره. هلأ بعد التعايش مع المجتمع الأردني والتأثير والتأثر، تسأل صبية تقول لك لا أنا بدي أتعلم وبدي أروح أشتغل وبدي يكون لي حياتي و و و وإلى آخره من هالأمور. بالمقابل المجتمع الأردني تأثر بالمجتمع السوري. كيف تأثر؟ لو تروحوا مراكز التدريب المهني اللي كانت تعمل تريننج للناس، ما كان ولا واحد أردني يروح لمؤسسة أو نسب قليلة ويصير فيها تسرب، يقعد شهر ولا شهرين ويصير فيها تسرب. هلأ لأنه صار في منافسة قوية على المهن اللي هي المهن الحرفية، فصار الأردني عشان ينافس السوري صار يروح يتعلم على مؤسسات التدريب المهني. تعالوا شوفوا صفوف التدريب المهني الآن صارت بأعداد أكبر من الأردنيين، وهذه دراسة عملناها على الرمثة اللي هي في شمال الأردن. سألناهم إنه أنا عندي طلاب إنه وزعوا استبيان، في عنا إشي اسمه مشروع تخرج في النهاية بيكون، وزعوا استبيان إنه الأردني قديش تأثر بالسوريين بالمهن وانتسابه لمؤسسة التدريب المهني. فهون صار تأثير وتأثر في المجتمع. وشكرا لكم إنكم سمعتوني، شكرا جزيلا. يعني دكتورة كمان دائماً يعني بالمركز هون كمان. أنا عندي بس تعليق بسيط. فكرة التأثير والتأثر، أنا بعتقد إنه الأثر غير المعلن يفقد قيمته. وهذا مهم. أنا حبيت الفكرة اللي حكى فيها إنه ابني مبسوط، يعني لما بيجي على عمان بنبسط أو لما بغادر بزعل. وأحياناً إنه يعبر عن هاي المشاعر كثير. حتى الأستاذة لما كانت تحكي الصبح إنه إحنا أنتجنا من خلال التدريب المهني وإلى آخره ناس فاعلين بالمجتمعات اللي هاجروا إليها، هذا جزء مهم ومقدر. لكن أنا كنت بحب إنه يصور فيديو صغير ويقول بعد ما وصل للبلد اللي وصلها. بقوله طبعاً إعلام الدكتور. بالضبط. فيديو صغير ويقول شكرا للأردن لأنه التدريب أو التأهيل أو الإمكانيات البسيطة اللي توفرت لي بالأردن هي ساهمت بنجاحي بكندا أو بألمانيا. عارفين هذا الفيديو شو ممكن يعمل بالحالة؟ راح يحفز، لأنه واحدة من وظائف الإعلام الغائبة بحكم التخصص الغائبة هي الحفز. إحنا الإعلام ما بيحفزنا نعمل إشي كويس ولا بيحفزنا نتطور أحيانا، وبيأثر على المجتمع سلبا. البيئة التشغيلية للأفراد والمجموعات والمؤسسات مهمة وبتصنعها جزء منها الإعلام. فأنا بحب هذول الناس إذا بتتواصل معهم الأستاذ، يعني كتوصية تكون إنه بس يحكوا عن تجربتهم بالأردن كيف بدت وكيف ساهمت بنجاحهم بالمكان اللي هو فيه، وقديش من وكالات الأنباء والتلفزيونات العربية والعالمية راح تلتقط مثل هذا الشيء وتحوله لإشي يدعمني كمجتمع مضيف، اني ادعم اللاجئ او طالب اللجوء اكثر، ويحفز اللاجئ او طالب اللجوء انه يورجي دوره الايجابي بالمجتمع.
والدكتور فوز. كوني جالس بالنسبه للدكتور منذر والدكتور رعيم بدي استعير من فكرهم شوي، من فكر الدكتور منذر اللي يعني انا بشوف بشكل مؤسسي غياب صياغه الرؤيه والاهداف والسياسه. فزي ما حكى الدكتور يعني لابد للنجاح في التغيير بالضبط يكون واضحين يعني صياغه الرؤيه والسياسات والاهداف. وايضا كون الدكتوره جنبي وهي عزيزه علينا علمتنا بوزاره التربيه والتعليم شيء اسمه المؤشرات التربويه. فبحكي انه كل كلام العاطفي لازم يترجم لمؤشراتنا، مؤشرات رقميه او كميه حتى نستطيع نعرف مدى التقدم في التغيير. برايي انه المؤشرات كثير مهمه للدكتوره، ما حدا عماله بيشتغل على المؤشرات. خليني برضه اغش منك واتذكر شغله الدكتوره دائما بتضل تقول انه لازم نعمل بالمركز شيء الكتروني، حتى بتضل تحكي لرئيس الجامعه انه لازم انت تعمل هيك كمان زي داشبورد يعني، ودخله كل شيء بصير الكتروني عشان بالاخر نقدر نعرف وين الخلل اللي صار عندنا اللي هي فكره المؤشرات والكي بي ايز. فاحنا معنيين انه يكون كمجتمع عندنا منظومه او مؤسسه او اليه بشكل او باخر تقيس قديش انتاجيتنا. احنا دائما متهمين المجتمع، الدكتور شوي منحاز يعني مش منحاز لديه صورة سلبية عن المنظمات العربية والإسلامية والجميع. أنا بتحمل مسؤولية اللي بقوله بس هيك بتكلم عني. هيك فهمت من كلامك، كان يقول العرب المؤسسات العربية كذا كذا، المؤسسات الإسلامية كذا كذا. طبعا رأيه بحترمه وبقدره، لكن هل هذه الرؤية أو هذه الصورة التي تشكلت عند الدكتور هي بناء على مؤشرات؟ زي وبجوز زعلت مني الأستاذة هون لما قلت لها على موضوع الاعتداء اللي انه يعني لازم نتحفظ او ناخذ الرقم بتجرد. هاي مؤشرات حتى تعمم المعلومة يجب ان يكون لدي مؤشرات حقيقية عشان اقدر اتطور، لازم يكون عندي مؤشرات حقيقية. ما بزبط اقول العرب كسالة وهم منتجوا بس انا ما قرأت قديش كمية انتاجهم. زي مثلا الصورة السلبية عن بعض المجتمعات العربية والدول العربية، بنقول المجتمع الفلاني والدول الفلانية كذا كذا، بس لما بتروح تزورها بتكتشف انه عكس تماما ما كنت تتصور. تمام؟ برضه بالطاولة هاي بتحكي؟ دكتور تفضل. الحقيقة في نقطتين مهمة، السؤال على عمومه اجتماع ونبني بنية مجتمعية هذا نقطة، والحديث عن قضايا مخصصة كيف أنا بدي أبني فيها التماسك الاجتماعي قضية أخرى. بدي أتحدث عن المجتمع، أنا بدي أقرأ التاريخ. التاريخ يقول في كل مراحل وحتى في الوضع الحالي أن أي مجتمع أو أي أمة تريد أن تظهر يجب أن يكون لها قضية. تقول لي قوانين ومش عارف إيش، هذا كله كلام للاستهلاك المحلي. شوف إسرائيل عندها قضية، شوف أمريكا عندها قضية، في أنظمة بس مش هي الأساس. الأساس هو القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى الأمة على أساس قضية، قضية الإسلام. صلاح الدين الأيوبي بنى القضية على قضية القدس. أنت لما يكون في عندك قضية تقدر تبني مجتمع. أما السؤال إنه هل أنا بستطيع أن أبني والله تماسك اجتماعي هذا شيء آخر، فيجب أن نفرق بين الطرفين بس. طيب زمان وأنا طالب بالجامعة أخذت جائزة أفضل مناظر مرتين، من الذكريات الحلوة بالنسبة لي. وبدي أضحك يعني مثال الدكتور مش تحيزا لرأيي ضد رأيه، لكن عشان أبدأ الإجابة من هون. مناظرة لا مش مناظرة، بس أنا أعتقد أن الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست رسالة، مش أعتقد هذا جزء، ليست رسالة إنسانية. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه رؤية خاصة، لم يبني رؤية، وإنما الرؤية رؤية إلهية بالنسبة للدين. يعني المشروع لم يكن مشروع الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما مشروع إلهي، رسالة من السماء. هذا قولا واحدا. أيضا القضية التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم
ومن بعده الصحابة والسلف الصالح. هذه القضية كانت بمجملها تقوم على العدالة، بمعنى القوانين. كيف يعني؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ الدعوة قال إنه العبد زي السيد، بدنا نلغي العبودية، بدنا نعمل عدالة. قال إنه الموارد مشتركة، مش يكون في قوي وضعيف. هاي رسالة الإسلام عموما. أساسي السور وقانون نزل هو القرآن الكريم. لما نزلت الرسالة على سيدنا محمد نزلت أول سورة عليها. والقرآن الكريم هو الدستور والقانون الذي يحكم المجتمع الإسلامي. وبالتالي يعني حتى تعريف الاجتماع، جماعة الاجتماع يعني أحسن مني. أي مجتمع هي أرض وأشخاص وقوانين وأنظمة وتشريعات، بعد ذلك العلاقات وما غير ذلك تتبع. وبالتالي يا دكتورة، عودة لحديث الدكتور، نعم القضية، احنا كلنا او معظمنا حضر مسلسل التغريب الفلسطيني، واللي ما حضرش المسلسل حكت له امه وجدته وابوه وجده عن كيف كانت تفاصيل هذه القضية، قضية الفلسطينية. وما زلنا بالرغم من مرور عشرات السنوات على ما حصل في فلسطين، ما زلنا نؤمن بداخلنا، سواء الإخوة في فلسطين أو من خرجوا من فلسطين أو بالأردن أو بالكويت أو بالسعودية أو بكل الناس اللي آمنت بهذه القضية، مؤمنين بأهمية وأحقية هذه القضية، بالرغم من أنه مش قضيتنا المباشرة. وبنشتغل عشان يعني رئيس مجلس النواب الكويتي مثلا دائما بصير في حوله هالة بالتصريحات حول القضية الفلسطينية. هذا الرجل بلده مستقر، عنده رؤية سياسية واقتصادية والآخرية، لو إيش بلشان فلسطين أو بدافع عن حقوق الفلسطينيين؟ لأنه القضية ليست بالضرورة أن تكون يعني قضية مباشرة، وإنما ممكن أتبنى قضايا أخرى. بموضوع الأزمة السورية في تشابك أثر، حكيت الظهر لما كنت أحكي عن عدم وضوح المفاهيم أحيانا، لكن في تشابك بين السياسة والمجتمع والتركيبة الإنسانية. يعني في أشياء ما بقدر أخذها بتجرد بعيدا عن السياسة، في أشياء ما بقدر أخذها بتجرد بعيدا عن الاجتماع، زي ما حكينا قبل شوية دكتور إنه بالرمثة ما حسوا إنه يجاهم حدا جديد، وبالعكس. يعني أنا شفت الممثل السوري مازن ناطور بيحكي عن تجربة أمه بالطرة، بيقول أمي بالنسبة لها لما بتيجي عندي على الإمارات بتقول يما روحني على الطرة، وكأنها بتحكي عن قريتنا اللي بدرعة، ما حستش بالتغير الكبير بحياتها، وهذا لأنه مرتبطة بالتركيب الاجتماعي. كل ما قيل صحيح، بعتذر إن كنت متحيزا لأفكاري، لكن هذا يعني أعتقد واضح. هي واضح جدا. أي قوانين هي نتاج رؤية واضحة. نعم. هاي في قوانين في كل الدول العربية، وهاي في مشاعر، لكن لا تقول لما يقول لك فلان أنا عندي رؤية لبلدي أو عندي رؤية لمجتمعي، أو أنا رايح هون زي ما بتقول إسرائيل أرض هي إسرائيل من كذا لكذا، بجند شعبه، وبالتالي الشعب يؤمن بقضيته، وبالذات هو بتكون اللحظة الاجتماعية. أنا لما أروح على أمريكا، في أمريكا بعلموا أول ما يستلم الجواز السفر الأمريكي النشيد الوطني، وأنا بركز عليه لأمريكا، وبيحلف تحت اليمين لما يروح وبيبدأ ينتمي إلى أمريكا. ليش؟ لأنه أصبح فرد ويدافع عن أمريكا. وإحنا بنعلمه بلاد العرب يا الله، بلادنا بيغلوها وبيشيوها، وإبني اللي عمره ثلاث سنين بيحكي عن فلسطين. لا لا، بدنا نضل نحكي في فرق بين الحكي وبين الفعل. وإذا بدنا نضل ننشد خلاص، ما حداش طلب منك تنشد. لا، ما حداش طلب منك تنشد، ولا حدا طلب منك شيء. حدا بقول لك بعك اصنع رؤية للمجتمع. وأنا بختم. نعم أنحاز لأفكاري، كلنا ننحاز لأفكارنا، حاولت أن أكون موضوعيا وأسمع الجميع، لكن بدي أختم برأي شخصي. هذا المجتمع وهذه الدولة بمكوناتها المختلفة، بما في ذلك الإخوة السوريون، بما في ذلك الإخوة السوريين، لديهم رسالة إنسانية تنبع من الفرد أو من الأسرة أو من المؤسسة،
وكل شخص فينا يحاول تحويل هذه الرؤية الشخصية أو الجمعية إلى رؤية كبيرة واضحة مشتركة، نعبر عما في داخلنا حتى نصل إلى نتيجة حقيقية. شكرا جزيلا. طبعا دكتور انت يعني بس في حاجة عندنا دلوقتي ما اتكلمناش عنها، الحرية. الحرية لم تذكر من الساعة 10 صباحا إلى الآن. مجتمع لا توجد فيه حريات لن تجد فيه كل اللي انت بتتكلم. اقول لك ليش ما حكيناش من الصبح؟ تقبل الآخر. لانه احنا مجتمع يتميز بمستوى حريات مرتفع. الحمد لله. طيب بتتكلم عن لا 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 الحرية هي اللي كان بينادي بها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ صدر الدعوة، والتي نادى بها كل الأنبياء والرسل. بدون حرية أنا مش بتكلم عن أي دولة طبعا، انسى كل الدول في العالم. اسمح لي بملاحظة، ما بدي اختزل الحديث فقط بالجانب الدين الاسلامي، الدين المسيحي. اسمح لي اسمعني معكم، حتى الدين المسيحي بيجي تعال الاديان تعال الرسول وكل الرسل كل الاديان. فبالتالي بس اكمل كلامي انا اعتز بديني شاء من شاء وابى من ابى، واعتز بحبي للمسيح عليه السلام وموسى وابراهيم ولا، وده ديني علمني كده، ورسولي علمني كده، انا معتز بمن علموني. الاخرين ما حد بيعلمهم يعتزوا بالدين الاسلامي. الحريه هي الاساس في كل عمل مجتمعي، كل عمل مدني، كل عمل سياسي، كل عمل اقتصادي، كل عمل فكري. بدون حريه هنلف حوالين بعض. انا اشكرك واشكرك عشان ايه يعطيك العافية جميعا. لا مش عارف، بس بدنا نختم بآخر محور، تحديات وفرص الوصول والمناصرة. أستاذ محمد الخطاب، مدير برامج ومشاريع دولية، تفضل. محمد الخطاب ده أكثر من جهة يعني، تفضل. ايش سؤالك دكتورة؟ تفضلي دكتورة لي. انا بسأل بأي جهة في برامج المشاريع، لأن مثلا عندنا الجامعة فيها مدير برامج المشاريع، وزارة التربية كان فيها مدير برامج المشاريع، بوزارة التخطيط في مدير برامج المشاريع. أسست أي فاونديشن في 2011 في بريطانيا، ما شاء الله عليك، ومن ثم انتقلت لأستراليا برضو أي فاونديشن في كوينزلاند في جولد كوست، وعندي كذلك الآن بدأت في إدارة مشاريع وتطوير في الإغاثة الطبية العربية، وأسست أول مركز للصحة النفسية في مخيم الزعتري، وأدرت 9 مراكز طبية في التابعة للأمم المتحدة، إضافة إنه أنا الآن مدير مشاريع وتطوير مركز الكالوت التنموي. ما شاء الله. وتشرفنا بالشراكة كمان مع الدكتور منذر، أسسنا أكبر مستشفى قطري في مخيم الزعتري، والآن بشراكة مع الـ AFH اللي هي Action for Humanity في بريطانيا والأردن، وكذلك مع الـ HRF. حقيقة بس خليني أعتب عليكم شوي. تفضل. يعني أنا لما رجعت لسجل المركز، معظمكم للأسف مش بمصفوفة شركائنا، يعني مركز من 1992 أسسه سمو الأمير حسن، وهو المركز البحثي الموجود الوحيد في الريجن العربي. نعم. يعني في مصر عند إخواننا المصريين في الأيوبيين في برنامج ماجستير، في لبنان في برنامج ماجستير، لكن ما في مركز دراسات بحثي موجود في الوطن العربي إلا مركز دراسات. فبدي أسجل عتبكم طبعاً، أو عتبنا على أنفسنا قبل بعدين عتبنا عليكم، إنه إحنا مش عم نعمل تواصل عشان نوسع شبكة الشركاء تبعينا. أتفق معك حقيقة، وهذا الصباح كنت أحكي مع أستاذ خلود بموضوع اللي هو كنت أقرأ للآي آر سي الآن شو عاملين، أوراق بحث ضخمة نتاج إلى الأزمة السورية التي حدثت. وأنا ما زلت بحب أقول دائما
نبتعد عن مصطلح اللاجئين ولا حتى طالبي لجوء. أنا بحب أعتمد مصطلح أشقانا. نحن الوطن العربي كله إخوان. وأنا لما قلت على موضوع التمكين حقيقة بحب أوضح بهذه الفكرة. الطاولة اللي هناك مزعجين يعني بمشيكم إياه. نعم. فنحن إذا أردنا نتكلم على مشاكل وإمكانيات التمكين للإخوة السوريين وجميع الإخوة اللي موجودين على الأراضي الأردنية في هذه المملكة الأردنية الهزمية، لأن احنا بنعتز بوجودنا حقيقة في هذا المكان وبنستضيف جميع شرائح المجتمعات العربية دون تحيز، لا لأي دين ولا لعرق ولا لجنس. وهذه اللي قبل قليل تفضل الإخوة بغض النظر نحن مسلمين مسيحيين، حتى اليهود ما عندنا معهم مشكلة بالنسبة. نحن في الأردن نستضيف أي حدا، نتقبل وجود أي أحد، لكن دائما بنركز يا دكتور طارق على موضوع مهم جدا، إنه نحن ما بنستطيع نقصي الآخر. وأنا لما تكلمت واستشهدت في المقولة إن أردتم أن تقوم على أرضكم أقيموها في نفوسكم، بدأت فيها اللي تفضلت فيه الدكتورة ريم، إنه نحن كمجتمعات مستضيفة ليه ما نعطي كوتة للإخوة السوريين؟ وأنا بحكي أنا مع إنه أعطائهم أكبر من كوتة، وبالعكس انخراطهم في العمل والرزق للجميع، لكن في بعض القطاعات اللي أنا إلي تحفظ عليها هي هوية البلد وهوية هذا الجزء. حتى لما نروح على سوريا بتروح على حلب إلى هوية، بتروح على الشام إلى هوية، بتروح على حمص إلى هوية. فهذا قصدي وليس قصدي إنه لا سمح الله إقصاء آخر، بل على العكس نحن قدمنا الحمد لله. وكان لي وبشكر ربنا إني أنا كنت في أحد أهم المشاريع اللي هو The Hope Center، مركز الأمل لتعزيز الصحة، اللي هو ضمينا فيه عملت نيتس أسسمنت تبعه بال 2017، ووجدنا أكثر من 300 طفل وقتها في مخيم الزعتري بيعانوا من عدة مشاكل. المشكلة الأولى هي النفسية، التروما اللي عانوا منها بالكرايسيس تبع سوريا. المشكلة اللي بيعانوا منها بسبب زواج الأقارب عندهم أخرج، وهذا يعني موجودة كحالة درسناها وقمنا في تأسيس احتياجاتها، إضافة إلى المشاكل occupational therapy, physiotherapy, والأوديولوجي والسايكولوجي إجمالا. أنا عندي سايكاتريكس كنت أجيبهم من أمريكا حتى يعني يعملوا الجلسات اللي موجودة عندنا ل 300 طفل. والحمد لله من 2017 لليوم خرجت أكثر من 170 حالة، وما زال المركز قائم مع أني أنا تركت المكان، إلى أني ستيل يعني بعتبر نفسي جاد فادر لهذا المشروع ومش ممكن بتركه يعني. ونحن الحمد لله المخرجات والمدخلات لهذا المشروع كانت ضخمة جدا، وهي حقيقة ورقة بحث. أتمنى من الدكتور طارق والدكتورة ريم أنهم يتبنوا هذا المكان وتطلعوا ببحث كبير جدا عن المشروع هذا حصرا، مع أنه إحنا عندنا 9 مشاريع طبية، لأنه هذا المشروع هو مشروع فريد جدا من نوعه. لا يوجد أحد حتى الأمم المتحدة UNHCR اللي باكين لهم كل الاحترام ما بيقدموا هذه الخدمة في أي من المخيمات. نحن الوحيدين اللي رحنا وشفنا هذا الأمر، حتى إني واجهت قضية أخرى مع الممول اللي كان هو بيدعو للفوسترينج، وبتعرفوا نحن مجتمعاتنا بتتقبل الفوسترينج، نعمل تبني ونجيب ولد نحطه في عائلة. أنا قلبت المشروع كامل خلال 4 سنوات إلى إنه لا، أنا بمكن هذول الأهالي. كيف؟ عملنا تمكين للأولاد اللي محتاجين للرعاية، إضافة إنه عملنا تمكين للكير جيفرز الأهالي، إن كانوا الأم والأب ولا الإخوة في البيت. في فترة كورونا ما عانوا مع أطفالهم اللي عندهم شلل دماغي أو توحد وما إلى ذلك. ليه؟ كنا نجيب الأهالي عندنا كل أسبوع في one session group session، نعلم الأهالي كيف يتعاملوا تماماً مع أبنائهم. وهذا أخذناه نحن على عاتقنا كشباب ومبادرين وما إلى ذلك. إذا مكننا نحن الأهالي هنا في حال رجعوا على بلادهم، ممكن هذه الرعاية اللي ما بتلقوها في بلدهم يتلقوها عنا وأخذوها، فهم اتمكنوا بهذا المجال اللي يروح على بلدهم بدون أي مشاكل. إذا رحنا على التمكين الآخر بالبوكيشنال ستاديز، وانا دائما بقول الحرف اللي موجوده تفضلت فيها، الحرف الموجوده في سوريا عند السوريين او الشعب السوري غير موجوده باي مكان.
تقريبا لفينا بريطانيا واوروبا واستراليا وغيرها. فعلا كان الشاب السوري او الحرفي السوري هو المبدع في هذه المجالات، ان كان بالعمل البناء، ان كان بعمل الدهان، كل الكونستراكشنز والامور هذه. حتى انا لو اجيكم الان صوره للمركز تبعي في الزعتري قبل وبعد، تشوفوا بالاول واجهه عاديه بيضه من الساندويتش بانل، جبنا شباب اثنين سوريين عملوا تحفه فنيه، يا ريت بقدر اشيرها معكم وتعرضوها اذا كان في مجال للمنظمين، حتى تشوفوا فعليا كيف وصلوا لمرحله من هذا التاهيل. انا مكنته بجيبه يشتغل معي بهذا الشغل، جبت السوري يشتغل معي حتى في العمل الطبي داخل المخيم، اجونا اطباء مهره واستثمرنا فيهم لهذا المشروع، فهذا تمكين. وكثير منهم استطعنا ايصاله للامم المتحده والان هو باوروبا وبريطانيا وغيرها. فانا مع هذا التمكين، ونحن اذا وصلنا لمرحله بالتاسيس لهذول الناس بغض النظر شو البرنامج اللي بنشتغل عليه، نحن كان في برنامجنا الطبي وجهنا كل جهدنا وضخامته الى العمل الطبي، نحن استثمرنا من خلال الإغاثة الطبية العربية سابقا اكثر من 5 مليون دولار كانت موزعة ما بين قطر والكويت وبريطانيا وامريكا والامم المتحدة اللي ما زلنا شركاء معهم بهذا الشيء على هذا الموضوع. الان حقيقة بعد ما شفنا كل التطوير اللي عملناه في المخيمات والاخوة السوريين، توجهنا مباشرة في مركز الكالوث التنموي الان لحتى نمكن المجتمعات المحلية كمان، حتى ما يشعر ابن المجتمع المحلي وابن البلد بالظلم. يقول لك يا عمي طيب انا اجى السوري، اجى العراقي، اجى الليبي، اجى اخذ مكاني. طب انا بدي اوصل له اويرنس انه احنا هذا ما اخذ مكانه، لكن كمان احنا هنا موجودين لدعم. فالان عاملين برنامج ضخم جدا وان شاء الله بنطلق للنور قريبا في تمكين المجتمعات المحليه والشباب حصرا وتطويرهم لحتى يتمكنوا اقتصاديا واجتماعيا وحتى فكريا في تقبل الاخرين. وان شاء الله كذلك في معنا ب AFH حيكون في عندنا مشوار طويل بهذا الموضوع، حنبدا بالسنه الجديده ست خلود ان شاء الله ببدايه السنه القادمه، راح يكون فقط معنا في الجمعيات الخيريه وكيفيه بناء القدرات فيها، وهذا بنتمنى يكون بشراكه مع جهات ضخمه زي حضراتكم، وحتى كذلك ممكن نستضيفكم عندنا بالكالوتي نحن نتمنى زيارتكم جميعا، نحن عندنا قاعات ضخمه، عندنا اداره كبيره في الموضوع وهو برنامج وقفي. وخلينا نحكي الاول من نوعه عند المسجد، عملنا ديفلوبمنت سنتر ضخم ممكن الاول من نوعه كفكره جديده كمركز وقفي في العالم او في الوطن في الاردن، يعني ما موجود ابدا مركز وقفي تنموي، كله مساجد احنا الوقف عندنا. هذا مركز وقفي تنموي فقط لاجل انه تيجي هالجمعيات، يجوا هالناس يعملوا لقاءاتهم عندنا، قاعات مجهزه بشكل كبير، عندنا شراكات ضخمه، استضفنا كثير من الامارات ومن الناس هذه خلال الشهر الماضي الحمد لله رب العالمين. فبتمنى نوصل ونخرج نحن بجمله من التوصيات اللي نحن تيجوا تعال يا محمد الخطاب نجد التوصيه هذه لمركزكم وموقعكم بالعمل الخيري، انه تطلعوا فيها وتتمنوا انتم هذا الشيء ونحن نكون متعاونين. ونحن اي شيء بتحتاجوه كذلك من جهتنا من اي داتا من اي دراسات احنا قمنا فيها نحن كذلك جاهزين. عندنا جمعيات تبرع في عمل اللي هو البروبوزلز، وهذا موضوع مو سهل، كيف نحن نعكس حقيقه حاجه المجتمع وحاجه اخوتنا السوريين للتمويلات هذه، وشو ممكن نقدم لهم. وللاصل نوصل لمرحلة من التخصصية. الجمعية X هي تعمل في العمل الخيري الطبي، الجمعية Z تعمل في العمل الخيري التعليمي. إذا وصلنا لهذا الموضوع وقسمنا هذا العمل، وهذا حكيتوه في البداية حقيقة. نعم، هي هذا إذا وصلنا لمرحلة الانتجريشن لكل هذا ونحن نكون مكملين لبعض أفضل بكثير من كل واحد يشتغل على راسه. وأنا آسف للإطالة وشكرا جزيلا لكم كل الاحترام لكم. تفضلي. نعم أي معلش، إحنا عملنا كوليكتيف ريسيرش وزدنا على ميجا، سألنا إخواننا السوريين على موضوع الصحة. نسألهم يعني ليش ما بيروح على الدكاترة؟ يقولوا لنا إحنا بنروح على الصيادلة، على الصيادلة إذا كنا نعاني من أمراض، يوصفوا لنا العلاج وبنرجع، ما بنراجع دكتور أو مستشفى.
ايش الاسباب؟ هل هي اسباب للكلتشر ولا اسباب مثلا ماديه ولا كذا؟ قلنا احنا ما كناش هذا هو بس هذه النتائج اللي حكوا فيها عفوا داخل ولا خارج المخيم؟ خارج المخيم. لا خارج المخيم. اسمحوا لي بس هذا اوف ريكورد يعني بتمنى انه ما يتم نشره لانها يعني خلينا نحكي وثائق معينه سجل بس ما ماشي للدكتور الفكره انه حقيقه هذه مشكله واجهناها اتس فاين بس انا بحبش احكي يعني بعض المشاكل اللي ممكن تحسب على بعض الاخوه. يا اخوان احنا اول ما بدانا في عمل المخيمات جيت من بريطانيا من 2011 كانت الحياه لسه بالبدايه والوضع عجبنا فكنا نعاني مع الاخوه السوريين انه بيجي بياخذ ادويه محتاجها او مو محتاجها فقط من مبدا اللي هو الفقر هذا شيء درسناه بالفقر يعني اخذ الدواء بياخده ببيعه برا المخيم بياخده بيوديه من يعني لأماكن أخرى يتم استخدامه بطريقة معينة. جينا قبلنا هذا الموضوع عملنا سيستم ERP سيستم لحتى نضمن سير العملية بشكل كبير. كيف؟ أدخل عندي أنا المراجع على رقم المفوضية تبعه أول ما بدخل بدخل على الترياج على الفرز بعدين بيتم توجيهه للطبيب لا يمكن ياخذ دواء حاليا الا مع نهايه العلاج مع نهايه بعد ما يطلع من عند الطبيب. الاخوه اللي خارج المخيم عندهم هي الكلتشر القديم وهو موضوع مالي وهو موضوع فكري معين انه انا والله مش محتاج الطب انا عارف عندي شويه صداع هلا ما بحط في اعتباراته انه ممكن الصداع تكون وراه مصايب اخرى يقول لك خلاص حطين بنادول باخذها وبتمشي. هذه الثقافة حتى موجودة مش بس عند الإخوة السوريين ترى عند الأردنيين يعني حقيقة لكن تقنينها في المخيم أصبح سهل خارج المخيم بيحتاج حقيقة عمل حكومي ودولة أكبر من أي منظمة أو جمعية. يعني ما يصف الدواء إلا إذا كان في وصفة طبعا مهما كان نوعية الدواء بس أنا بدي أعقب عشان تفضل بالنسبة للسوريين السوريين مروا بعدة مراحل في موضوع العلاج في بداية الأزمة كان السوري يعالج في المراكز الصحية علاج كأنه مواطن أردني قادر مش لازم يدفع قيمة قيمة أجرة المستشفى أو العلاج للأردن القادر أعلى من المستشفيات الخاصة العلم يعني نروح على حمزة بدفع أكثر من المستشفى صار في ضغط اجتماعي منظمات الدولية وكذا والآخرية تحول إلى أردني غير قادر مع تقادم الأزمة وارتفاع الكلف ودخول الكورونا اجوا قالوا لك تعالوا خلي الأردني ما يعالج زي الأردني هو يعالج زي الأردني الفقير طبعا في النهايه هي كلف فبالتالي بيضطر ياخذ علاج من الصيدليه او فرق احنا يوميا عندنا حالتين او ثلاثه نحولها من المزاجيين السوريين ثلاثه وغيرها نعمل لهم عمليات وحتى سرطان يعني احنا بندفع سنويا مليون يعني هون عندنا شهر لمؤسسه الحسين للسرطان لعلاج معظمهم من السوريين لانه بتعرف الاردني مغرب حتى بس السوري ما فيش للاسف يعني وصلنا لمرحله انه انا صرت انا لما بدي اخذ قرار انه اعالج هذا المريض ولا ما اعالجوش اطلع في تكاليف بعض المرضى 120,000 ليزرع الفرع طب انا اتوقف قدام الحاله طب انا 120,000 وبعالج فيها 10 عمليات عاديه وكذا طيب بصراحه يعني ضليت في الاخير صرت اطلب من مؤسسه الحسين للسرطان اعطوني الحاله يعني هل هذه الحاله دكتور منذر دخل نجاحها
نجاحها 50% فما فوق ولا اقل؟ ايوه اذا كانت الحاله اقل 50% فطرقوها. وحتى انا فعلا شفت ناس شرعيين هاي مشكله السوريين الله يسلمك. هاي مشكله السوريين صراحه. الله يبارك فيك دكتور، شكرا لكم. بتمنى اذا حدا عنده اي سؤال يتفضل، انا انهيت. إذا حدا عنده أي استفسار إن كان لاحق أو لا تفضل. أعطيك المايك. تفضل السؤال. يعطيك العافية. أنا بس بدي أسأل موضوع العلاج للسوريين، يمكن دكتور مندر عم يحكي بنفس الموضوع. إحنا جامعية الفاروق في أربيل نشتغل على ثلاث محاور بصراحة، سوريين وأردنيين. السوريين نعطيهم خصم، عندنا مركز طبي شبه مستشفى، وعندنا مدرسة نشتغل على الجانب الاجتماعي والنفسي والدعم النفسي وهاي الأمور. السوريين هلأ السوريين الآن ما في أي مؤسسة أو منظمة يعالجوهم، تمام؟ إحنا عاملين نعملهم بطاقات خصم علاج 35% عيادات، تمام؟ بس في سوريين بحاجة لأشياء تانية زي مثلا المي الزرقاء. بصراحة إحنا حتى الأردني ما بقدر يعمل عملية برا مي زرقاء، يمكن 600 دينار تكلفتها. إحنا بنحاول كجمعية نحول على حدا يدفع لهم يعملوا العمليات كأردنيين، من الصدقات أو من الزكاة أو غيره. الأردنيين ما في، السوريين ما في. وغير هيك السوريين عندهم مشاكل بالولادة، مثلا ما في، كانوا زمان مأمنين بالولادة، ستات بيروحوا يولدوا مجانا عن طريق المنظمات، الآن بيدفعوا يروحوا يعالجوا مثلا مستشفيات حكومية، بيدفعوا بصراحة زي كأنه مستشفى خاص، المبالغ تكون هائلة فوق ال 600 700 دينار، ويكتبوا شيكات على حالهم حتى يعالج ابنه سواء إذا كان مكسور أو إذا كان بحاجة لعملية طارئة أو غيره. فهاي مشكلة، يعني هاي المشكلة الصحية. وفي مشكلة كمان ثانية، السوريين بصراحة عندي كثير أطفال، إحنا بنشتغل على التعليم روضة أول ثاني أساسي زائد عاشر، كثير يجوني أطفال سوريين مش قادرين إنهم يدخلوا صفوف أساسية اللي هو أول ثاني ثالث رابع روضة، ما بيقدروا يدخلوا نهائيا، ما في فلوس حتى يبعثوا أولادهم. أو السوريين بيكون مثلا مستأجر عند حدا أردني، والأردني مش غير قادر إنه يعطيه إيجار، يعطيه عقد إيجار، لأنه السوري حسب ما حكيهم، حسب حكيهم إنه السوري حتى يجي يبعث ابنه على المدرسة لازم يكون معه عقد إيجار أردني إنه بمكان صحيح. هلا في ناس ما عندهم عقد إيجار لأنهم بيجوا من إما خرج مثلا حالة طارئة من المخيمات أو إجا رحل من أي مكان، فكثير في السوريين عندي مش دارسين لا أول ولا ثاني ولا ثالث. للأسف هذا بسبب، يعني اسمحي لي أجاوبك في الأخير، هذا الموضوع التعليمي هو بسبب جهلهم بالبداية على موضوع إنه يأخذ شو الأوراق المثبتة لموضوع التعليم. لكن أنا الحكومة هم مش جاهلين، حكومتنا مو قدرت الله يجزاك خير. بالحكومة بيطلع لهم، بس بتحكي على الخاصة بالناس. لا حكومة، الحكومة بيطلع لهم، الحكومة ما في، مش جاهلين. سمح بالتزيين السوريين دول بدون أوراق رسمية. نعم هو مش جاهل عنه. الآن أنا عندي 2014 و2015 و16 ما عم يدرسوا. طبعا جمعية الفاروق انا زرتكم من فترة مع وفد كان معي كويتي ومن الجمعيات المميزة الله يعطيكم العافية. بالمناسبة نحن يعني انا بذكر بال 2019 انا دائما بعمل اللي هو بجيب وفود كويتيين وبيعملوا مينيمم 200 عملية عيون كل تقريبا سنة او سنتين. فممكن اربطكم مع اللي هو وفد شفاء، وهذا الوفد ممكن تعطيه بس ليست بالحالات هذه كاملة، وباكد خلال شهر واحد بيكونوا معالجينهم كاملين. تفضل دكتور محمد. أهلا، بما انه احنا عم نتقاطع في قضايا بدنا نعين بعض ونكمل بعض، بتمنى من إدارة الورشة وإدارة المؤتمر انه لسه تبعت الحضور تبدلنا على الايميل زي ما اجتنا الدعوة، على اساس برضو احنا بعد هاي الورشة انه يجزيكم الخير انه احنا نعمل كونكشن مع بعض ونتشرف يكون اول كونكشن عندنا في مركز الكالوتي في اي وقت بتحبوه، هو مركزنا الصغير. اسمحي بس تفضل دكتور طارق. حازم كان زمان زمان كان رافع. انا اسف يا انا ما بقدر، اسف سيدي اسف.
بسم الله ما دبرت نفس. كمان اليو ام ار في عندهم هذا النوع من دعم عمليات العيون، فممكن ترفعوا الليست لهم وهم بيغطوا لكم هذا، وانا بتعامل معهم بشكل يعني مباشر، ما عندنا اي مشكله. تفضل دكتور طارق. اسف يعني اضطريت اطلع شوي ورجعت لقيت الموضوع شوي ومثير للاهتمام. يعني انا بحكم اني مش مختص كثير بدي اسال سؤال. هل يوجد احصائيات او ارقام واضحه بالقطاع الصحي تحديدا للاجابه عن الاسئله التي ربما لا نعرف اجاباتها؟ مثلا هل هناك فرق فيما يقدم من خدمات صحيه بين الاردني والسوري؟ بمعنى ان الاردني الذي لا يملك تامينا صحيا هل يعامل معاملة مختلفة عن السوري أيضاً الذي لا يملك تأمين صحي؟ هلا حقيقة أنا تخصصي حصراً في موضوع الصحة هو أكثر بالمخيمات. فالآن سؤالك هذا بده يكون للدولة للحكومة. إذا جيتني على أي خليني بس أكمل. هذا الشق الأول من السؤال. السؤال الثاني، هل يوجد لدينا أرقام أو إحصائيات عن ما يقدم من الجمعيات؟ يعني اليو ام ار هلا عرفنا انه بيقدموا عمليات عيون صح؟ كلنا بنشتغل مع اللاجئين وبنشتغل مع هاي، يمكن ما هاي معلومه جديده مزبوط؟ وفي غيرهم كثير، وفي ناس برضو يعني في جهد فردي داخل المجتمع كلنا بنعرفه، مش بالضروره من خلال الجمعيات. في ناس فاعلين خير من السوريين المقيمين خارج الاردن بيشتغلوا بدول الخليج اللي عندهم كل ما بيجوا اجازه بيعملوا كل شيء بيقدروا يقدموه ل يعني السوريين موجودين هون على سبيل المثال، وفي اردنيين هون وبرا بيعملوا نفس الشيء، وفي ناس من جنسيات مختلفه بيعملوا نفس الشيء. فاحنا طالما ما عندنا ارقام ما بنقدر نقول انه اليوم يعاني السوري من مشكله العلاج، لانه مثلا هاي جمعيه الفاروق من الجمعيات برضه الكبيره اللي بتشتغل بهذا المجال وعندها بدائل، وفي جمعيات صغيره وفي مراكز صحيه وفي اطباء ما بياخذوا. فاحنا ليه مصرين على وجود مشكله وانا بتخيل انها بالتاكيد موجوده لكن حجمها مش كبير؟ لانه يعني برضه بنعرف ناس احنا عايشين بينهم. انا اعتقد نسبه وجود السوريين بإربد اعلى يعني، فاحنا بكل مكان بكل حاره في لنا جار ولنا صديق ولنا، وبنشتري الخبز من عند السوري واللبن من عند السوري والى اخره، فبنسمع قصصهم المحكيه بعيدا عن طبيعه العمل. ما بنسمعهم بيشكوا من موضوع العلاج، بالعكس انا كنت احكي لهم قبل شوي، انا لي صديق كانت مشكلته انه ما بده يعمل العمليه لوالدته بمستشفى حكومي اللي هي بتكلف بالمستشفى الحكومي، عنده جهه بدها تغطيها المفوضيه يمكن او شيء مثلا 2000 وشوي، بس بالخاص بتكلف 6-7000 ليره، فكان يدور على بديل يغطي له كلفه العلاج بمستشفى خاص، وبده بمستشفى معين ودكتور معين. يعني ما كانت مشكلته انه يتعالج ولا ما يتعالجش، جوده العلاج. صحيح. هذا هاي ملاحظه شخصيه. انا ممكن احكي لك الان، طبعا انا بتكلم داخل المخيمات، جميع الاحصائيات عندنا كامله، حتى لو الاستشاره واحده تسجل عندي في جميع المراكز شو استشار على اي طبيب دخل ومتى كان وقت الاستشاره وشو مخرجاتها وشو العلاج اللي تم عليها، شو في استشاره وليس فقط البروسيس كامله. الان تصديقا لكلامك حقيقه كانت طلعوا مبادره شباب اردنيين هيك صغار طلاب جامعه، ووصلتني احد المشاكل على ام عندها مشكله في رجل بنتها وعامله عليها قضيه، لا بدها حكومه ولا بدها حدا، حتى الطبيب الخاص اللي راحت له مش عاجبها. فاضطريت والله يا اخوان اخذها شخصيا على طبيبي الشخصي اللي هو بارك الله فيه، بحب اذكر اسمه لانه قدم شيء، كانت العمليه قيمتها حوالي 1400 دينار، فقال لي اسمه الدكتور ايميل حوراني، فقال لي يا محمد، مش دعايه له لكن هي من باب الشيء، قال لي 600 دينار حق المواد وخليها تدخل تعمل عمليه، والان امورها تمام الحمد لله. فنحن زي اللي تفضلت فيه في عندنا خير كثير الحمد لله. الاحصائيات داخل المخيم 100% الطبيه والصحيه موجوده عندنا بشكل كامل. تفضلي دكتور. انا بس بدي احكي ملاحظه كثير مهمه دائما هي في الاجتماعات والمؤتمرات، من يقدم ماذا؟ يعني
يعني مش انا بحكي الدكتور طارق انه انا ما بعرف في جزء كبير منا في بعض الاحيان في مؤسسات بتشتغل داخل الاردن ما حدا بيعرف ايش نوعيه الخدمات. يعني انا بجوز حكيت مع الاء قلت لها انا اول مره بسمع في المنظمه وحتى في اليونيسيف واليون اكسير مع بدايه الازمه السوريه كتبوا اسماء المؤسسات نوعيه الخدمات اللي بتقدمها كانت مع بدايه الازمه بس بعد مضي الازمه خليني احكي دليل اجراءات لعمل موحد ما اثبت من هي المؤسسات اللي بتقدم الخدمات بتنوع. تسمحيني دكتوره ناخذ نحن المبادره ونجمع هذه الناس ونعمل لهم مظله ونشوف كل حدا ونعمل انتجريشن مع كل حدا. انا بدي اروح على مركز الدراسات والابحاث لانه بلاك انترناشونال وطرحتها مع بلاك انترناشونال لاني انا رساله الماجستير الدكتوره كانت عن مؤسسات المجتمع المدني 4500 مؤسسه الان ببشرك 6670 مؤسسه خيريه وثلاث ارباعها باسم ابو فلان ومعلق واقف هي نقدر نشارككم بمصفوفة الشركاء اللي عندنا، نقدر نشارككم بالداتا بيس الموجودة عندنا بالمنظمات اللي اوريدي اشتغلنا معاها او تعرفنا عليها في فرص زي هيك، دخلنا حددنا الاريا اوف انترست تبعتها حتى التمويل الجهة مقرها مكانها تليفوناتها داخل الاردن وخارج الاردن. اذا حضراتكم بتعطوني ايميلاتكم ممكن انكم نحطكم على هاي الداتا بيس ونشارككم هاي الداتا بيس، ما عندنا مشكلة ابدا. وإذا في تعرفوا منظمات كمان ابعثوا لنا أسماءها برضو عشان ندخلها على الداتا بيس. أنا صراحة في من جامعة بالإربد مش عارف مين الدكتور عيمات مش عارف من إربد لأنه إحنا بنشط الطفولة مع المجلس الوطني كان في دراسة أعطوها بحث أعطوها أحد الشركاء إنه يعمل قاعدة بيانات المؤسسات لنوعية الخدمات فأنا راح أتواصل معكم وأبعث لا إحنا عندنا داتا بيس أوريدي بس الأصل إنه أنا أعطيكم بيرميشن عليها إنكم تدخلوا وتشوفوا أكسس تدخلوا وتشوفوا فإذا تدوا لنا إيميلاتكم تدوا لنا يعني أنا ما بعرف إذا تحب بكتب على اللوح إيميلي وتليفوني فأي حدا بحب هي رح أكتبه على اللوح. طبعا إذا كتبتيه محضر الاجتماع راح نشاركهم على الجميع. بكتب عن مش نافع مرات إحنا هيك بيجينا هاي لستة A ولا E ولا Y ولا O. نقرينا إيميلك يا دكتورة هاتي. RWEM at sorry that's K هاي أنا خلاص شايف. بقول لك إذا هاي ما that's K at YU that's edu dot jo وفي كمان للمركز برضو إيميل refuge R E F U G E at yu.edu.jo والرقم التليفون 079-5-101-752 فأهلا وسهلا فيكم وبتمنى انكم تزورونا في المركز والله احنا اربد عنا حلوة فأهلا وسهلا فيكم ملف علاج الجرحى السوريين بمستشفى التخصصي ومستشفى الجزيرة. النقطة كالآتي: من قبل ما تكون والحرب السورية تقوم وسوريا ويجونا الأشقاء على كلام الأخ الأشقاء السوريين إخواننا، إحنا منعاني بالبلد أصلاً كأردنيين من آلية العلاج وتطبيقها على الأردني نفسه. أنا 31 سنة بالعمل التطوعي والإنساني والجمعيات الخيرية. كان عملي بداية العمل الجمعيات إنه أنا أخذ ملفات الكبار السن حصراً بحب أشتغل معهم وأخذهم من الصبح بكير ومواعيدهم على البشير نطلع 7 نكون واقفين بس مشان هدول كبار السن يفوتوا بوقت معين.
بهداك الوقت عم بحكي من سنة 90 بلشت، وهذه الأزمة وهذه المعضلة ما زالت ومستمرة وإلى الآن. أردنيين كتير بيستنوا على الدور بالمستشفيات الحكومية لقلة الحيلة وقلة المال، بيستنوا شهرين وثلاثة وخمسة ليجي دورهم ليأخذوا العملية. يلي توفى توفى، واللي الله يرحمه. ما بالك لما إجا لعنا الأخوة السوريين وصاروا بالبلد وصاروا من سكان العاصمة ولا المحافظات ولا شو صار بالقطاع الطبي؟ صار عليه عبء ولا لا؟ العون الطبي، جمعية العون الطبي اليو ان عملت معها شراكة من بداية الثورة السورية، وفتحوا عيادات بأغلب المناطق بالعاصمة، بأكثر من منطقة بالعاصمة بالمحافظات. الآن صار هون 3 سنين، ويمكن الدكتور مندب بأيد الموضوع معي بأنه تقلص العمل هذا وتقلصت هاي شو بسكر كأنه كان قدامي بالمحطة عند الديوان الملكي، وانتهت الشراكة. والآن السوريين ما زالوا للآن مع وجود كان العمل الطبي يغطي جزء، أيام يغطي كامل كان بالمستشفيات الحكومية ويعني لنسب بسيطة، وأيام جزء بسيط. مع هيك كانت معاناة كثير كبيرة، كنا نعاني من وين نغطي هاي العمليات ولا العمليات المستعجلة ولا الحوادث. يا محلى كل شيء، العملية ممكن تتأجل 5 أشهر ما فيها ضرر. الحادث السير بالشوارع على السوريين إشي مميت، يعني اللي بيصيبه حادث ولا تضربه سيارة اعتبريه انتهى أمره، لا عملية لا مستشفى بتاخده ولا جهة تجيبي له جهة. آسفة على الكلمة بين قوسين كنا نشحت، يعني نكتب على تويتر ولا نكتب على انستغرام، ولا كان أول شيء تويتر والفيسبوك مشان نجيب نغطي حالة. بقى ما زالت المعضلة مستمرة وقائمة إلى الآن، والسوري للآن بيعاني من موضوع العلاج بالأردن مثل الأردني تماماً الفقير يلي تأمينه بسيط جداً. وللآن منجيب منح لحتى نغطي هاي الحالات من الأمراض ومن السوريين. شكراً.